إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى ابن مريم عليهما السلام هو نبي الله، أرسله إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى التوحيد وعبادة الله. حملت به مريم بنت عمران وهي عذراء لم يمسسها بشر، بأمر من الله سبحانه وكلمة منه. تكلم في المهد حين جاءت به أمه إلى قومها بني إسرائيل، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. نشأ في بيت آل عمران، البيت النبوي المبارك الذي اصطفاه الله عز وجل وكرمه على سائر البيوت في بيت المقدس. وبأمر من المولى سبحانه هاجرت به مريم حتى اشتد عوده ليعود بعدها إلى بيت المقدس داعيا وهاديا ومبشرا ونذيرا. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكي يصدقوه ويؤمنوا برسالته وهبه الله آيات عظيمة، فكان يحيي الموتى بأمر الله ويشفي المرضى بأمر الله، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. لم يؤمن بمعجزات نبي الله إلا الحواريون وقالوا نحن أنصار الله، لكن عيسى عليه السلام لم ييأس رغم ما كابده وعاناه في سبيل تبليغ رسالة ربه إلى قومه بني إسرائيل. استمر بنو إسرائيل على تعنتهم وغيهم ولم يكتفوا بذلك، بل حاولوا صلبه وقتله. لكن الله تعالى حفظ نبيه، فشبه لهم أنه صلبوه وقتلوه وتوعدهم بعذاب أليم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.